فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسألة الجد مع الإخوة، ما المفتى به في هذه البلاد وما الذي يحكم به؟ المفتى به التوريث، المفتى به في هذه البلاد وعليه المحاكم أن الإخوة يرثون مع الجد على المذهب. نعم. والذي اختاره، الذي عليه الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الإخوة، أن الجد يحجب الإخوة. نعم. لكن هذا ما هو بيفتى به الآن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.